السلام عليكم معكم, معكم كوتش ياسين بن سبيان بطل ومدرب في رياضه ليزار مارس فيتنس اليوم ما حلقه جديده بخصوص الاطفال تتعلق بصحه الاطفال بمناسبه الدخول المدرسي قررت ندير هذه الحلقه هذه علاش حيت بزاف الناس اللي سندربهم في لاصال الدراري الصغار تيقاو بزاف المشاكل أه بالنسبه للتغذيه و... ومشاكل الدراري الصغار بالنسبه للنوم والاباء ديالهم تيقولي استاذ عفاك هضر معاه أه يخاف منك راه هذه واخيب عنصر او من الاساليب الناس اللي تربيو بها ولادهم هو الخوف تيدي يخلعوهم وهذاك الاخيب عنصر اللي تيديروه بزاف الاباء ديما الابن ولا البنت ديما كتوريها ها المنفعه ها المضره وكتوجهو ليها دير هاد الحاجه هي اللي زوينه غتنفعك هاد الحاجه راه خايبه ما ديرهاش ومع المده ان شاء الله راه تيوليو مزيان اما العنصر ديال الخوف اللي تعاملوا بزاف ديال ديال الاباء مع اولادهم مع المده توقف مشاكل بزاف تيوليو عندهم ضعف الشخصيه ولا كان عندك ولاد ضعف شخصية في هذا المجتمع هزهم الماء غنبداو اول حاجه ان شاء الله باش الصحه ديال الاطفال اول حاجه نبغي نقولها للناس للاباء باش يتعاملوا مع ولادهم وهي ماشي تبقى تقول له اودي ما ديرش هذه دي. خصك انت ما ديرهاش حيت الاطفال تيقلدوا في واحد الدرس ديال الفلسفه كنا قريناهم الاطفال عندهم واحد الحاجه ديال التقليد الراشدين يعني اللي شاف الاب ديالو ولا الاخ ديالو الام ديالو شي حتى هو راه غيديرها واخا هي ما تقولوش الا إيه كنتي انت كتكمي وكتبقى على لا ودي ما راه التدخين مضر وهادي وهادي راه فاش كيبدا اوتوماتيكمون غيمشي حتى هو يكمي علاش حيت شاف انت كتكمي حتى هو غيمشي يكمي شافك ما كتصليش حتى هو راه ما يصليش واخا هي تخطب عليه ما غيصليش ولكن الا شافك كدير واحد زوينه راه في الطريق ديالك نتايا شابك دير شي حاجه خايبه راه غيتبعك في الطريق ديال حاجه خايبه اذا اول حاجه الاباء يصلحوا راسهم من الاول باش عاد يوليو يصلحوا الابناء ديالهم راه كلشي من الاباء اول حاجه لصحه الاطفال بالنسبه للدخول المدرسي اول حاجه هو النوم نعاس مع 9 ونص علاش نعاس مع 9 ونص تيقاد لهم هرمونات ديالهم تيقاد لهم الصحه ديالهم الشهيه كتقاد كتحلم الشهيه كتبقاش عندهم هذاك الامساك ولا اي اضطرابات في الجهاز الهضمي الذاكره والعقل تيتزادوا اذا قلنا اول حاجه هو النوم في وقت مبكر مع 9 ونص اي وتعودوا تفيقوا ولادكم مع وقيته الفجر يوقفوا ينوضوا يصليوا واخا مازالين صغار 6 سنين 7 سنين 8 سنين, سنين، ينوضوا يصليوا وتحملوا المسؤوليه يجمعوا قادو بيتهم يقعدوا يعاونوا ماماهم يعاونوا اي حاجه من الصغر يتحمل المسؤوليه باش يطلعوا رجال نشوف ثاني حاجه هما الممنوعات اللي ياكلوا اطفالكم ممنوع نهائيا يدخل للدار ما تاكلو لا نتوما لا هما حيت مايمكنش تقولوا تمنع عليه ما ياكلش واحد الحاجه و نتوما كتاكلو في الدار بحال المونادا كمثال تمنع ولد ديك خيبة على الولد ديالك المونادا خايبه ما يشربهاش و نتوما كتجيبوا المونادا قرعه للدار حداك تشربوها نتوما وهو ما يشربهاش مايمكنش اذا الحاجه اللي تمنعوها تمنعوها الصحه ديالكم نتوما و الصحه الاولاد ديالكم اول حاجه ممنوعات الاطفال اللي ما يديواش معهم للمدرسه تقدم الماكله اللي معاهم المدرسه المشروبات الغازيه والمشروبات العصائر العصائر المعلبه هادو ممنوعين علاش حيت فيهم سكر غير طبيعي وفيهم مواد مواد حافظه ومواد مصنعه بزاف غتفرع الاطفال ديالنا وغطيح لهم المناعه بزاف والاطفال تحت المناعه بزاف الامراض غيجيهم وتقاي معاهم الطبيب 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 واهم حاجه في الاطفال هي ديما المناعه تبقى لهم طالعه ما عمرها تهبط لهم ولا بغاو العصائر الصوب مع عصائر في الدار ويكون بالالياف ديالهم ما يحيدوش الالياف ويشربوا ديك الساعه عادي يمشي للمدرسه ما يديش معاه المدرسه العصير يشربوا ديك الساعه يمشي للمدرسه ثاني حاجه في المنوعات وهي المقليات اي انواع المقليات بطاطا الحوت اي حاجه مقليه ممنوع خصوصا الزيوت ولا بغيت تحمروا شي حاجه تحمرها تحمرها تكون تحمروها بالزبده تحمروها في الفرن بالزبده تكون احسن كتكون مقرمشه وزوينه من الزبده المهدرجه والزبده النباتيه هادو بعدهم منهم علاش تطلع لهم هرمون استروجين والدراري ولا البنات تطلع هرمون استروجين كتلقى معهم مشاكل بزاف لا بالنسبه للدراري لا بالنسبه للبنات ثالث حاجه اللحوم المصنعه شنو هاد اللحوم المصنعه بحال شكل لانشون دان فيمي اي حاجه غير طبيعيه بعدو على الدراري صا ما ياكلوها حيت اضروا بالصحه ديالهم علاش تل... هاد اللحوم المصنعه مضره حيت يديروا فيها واحد الماده سميتها النيترات وهاد الماده خطيره رابع حاجه وهما القراعي ديال البلاستيك ولا البواطات ديال البلاستيك اللي تيديروا فيهم الاطفال وكيديروا فيهم الماكولات ديالهم تجنبوهم اخر حاجة وهي اخطر حاجة وهي الناس يعتقدوا باللي تيديروا شي حاجة بريستيج وهو الورق الالومنيوم تدير الام ديالو كدير له الماكولات ديالو في ورق الومنيوم حقا باش يبقى سخون كتجيب لها الله راه كدير شي حاجة مزيانة وهي عاد تخرج على الطفل ديالها وكاع الناس يطيبوا تيديروا بهاد الاوراق الومنيوم ماشي الاطفال اللي تيديروا لهم ورق الومنيوم خايب تيدير تسمم الومنيوم في الجسم يعني الناس يتجاوزوه وخصوصا اللي كانت الماكولات سخونه وخصوصا كتل... الفواكه الحمضيه بحال الفواكه الحمضيه بحال شكل البنان التفاح اللي كتاكسد اذا تجنبوا هذا الورق الومنيوم وانتم تعرفوا المشاكل اللي تدير الورق الومنيوم بالنسبه للاطفال بالنسبة للناس الكبار اول حاجه بالنسبه للاطفال تساقط الاسنان مشاكل في الجهاز الهضمي وفقد التركيز وبالنسبه للناس الكبار النسي بسرعه والزهايمر وتدهور قدرات الذاكره والاكتئاب وتيدير تسمم كالسيوم والتهاب القولون والانيميا شوف شحال هاد المشاكل تيدير هاد الورق الألمنيوم اذا من الاحسن نتجنبوهم كاع الناس كاع الناس كامل يتجنبوه دابا من شفنا الممنوعات اللي نسمعوا على الاطفال باش ما ياكلوهاش نمشيو دابا الاكل الصحي اللي ياكلوه نمشيو الاكل الصحي اول حاجه نبداو بها هي الفواكه الفواكه مهمه علاش حيت الدراري الصغار تيتحركوا بزاف وتيلعبوا بزاف وتحرقوا بزاف فواكه مهمه فيها سكريات وفيها الياف تعاونهم على الحركه الفواكه علاش مزيانه حيت بالنسبه للاطفال اول حاجه اللي كياكلوا تاكل... بها العين هي اللي ما بها عاد الفم اللي كيشوف شي حاجه عزبته في اللون ديالها تيبغي ياكلها عاد الفم ديالو عاد ياكلها اذا الفواكه مزيانه حطلو المانجا افوكا بانان فريز تفاح فيها الوان مزيانه وفيها مضادات اكسده وفيها لي فيتامين مزيان أتعاون بالصحه ديالو ثاني حاجه الخضروات واخا الدراري الصغار ما الخضروات اللي حاولوا تعودوا عليهم باش ياكلوا الخضروات ثالث حاجه البروتين بحال البروتين اللحم البيض السمك الجبن حليب اللوز وبعدوا الولاد ديالكم على الحليب العادي البقري ديال البقر ما يدورش في الدار بالنسبه للاطفال ولا اي واحد في الدار الحليب البقر راه السم اخي حاجه هو واحد ابن واللي بغى يزيد يعرف اكثر اللي بغا نديرو حلقه ديال الاضراد دي الحليب ندير لكم حلقه عليها اخي حاجه هو واحد ابن يقطعوه تماما فيه بزاف ديال المشاكل كيطلع دي التهابات في الجسم الناس اللي عندهم روماتيزم ما صالح لهمش اخي بحال حتى واحد اللي بغى يعطي لولاد ديالهم يحطي حليب د اللوز راه تلقاو دي تباع في السوبر مارشي مرجان سميتو الماند ميلك ولا حليب ديال جوز الهند المهم اي حليب ولا حليب الماعز اي حليب من غير حليب البقر نمشيو رابع حاجه من النشويات ديروا خبز ديال الشوفان كيجي مقرمش وزبون حتى الدري الصغار تيبغيوه ديروا شي جبان الناس واحد الطريقه مزيانه في المقيله وبركوا عليهم هكا بالفرشيط ديرهم فوق الشوفان وحركوهم ودخلوهم الفران تيولوا مقرمشين وتيولوا مزيانين والبطاطا البطاطا الحلوه حتى هي مزيانه النشويات مزيانه ومزيانه للاطفال نمشي دابا اخر مرحله وهي الاطعمه ديال الذكاء أطعمة الذكاء تزيد من الاطفال القدرات العقليه ديالهم هذه مزيانه كلشي يديرها الاطفال ديالهم باش تحسن القدره العقليه ديالهم لا في القرايه لا في المجال اللي تنعيشوا في اي حاجه اول حاجه وهي الفواكه وخصوصا الفواكه التوت البري كاع انواع ديال التوت البري البلو بيريز كاع انواع ديال التوت البري مزيانه كزيد في القدرات العقليه وفيها مواد مضاد اكسده ثاني حاجة السلمون والسردين فيهم أوميغا 3 مزيانة العقل وأهم حاجة العقل وهي الدهون الدهون العقل تيبغي الدهون تنشط العقل المواد اللي فيهم الدهون خصوصا الدهون الصحية ماشي الدهون غير صحية آه تالت حاجة تبعدوا عليها وهو السكر حاولوا تقللوا الأطفال ديالكم من السكر حيت السكر غتيكلخ هي ما تعرفش تعطي ولادكم السكر حاولوا قللوا من السكر وعطيهم الدهون الصحيه باش العقل ديالهم ينتعش ويدير مزيان ويكبر ويتطور صافي الاطفال ديالكم حاولوا تقللوا السكر هو السكر, السكر اللي كان هو السكر اللي تن ناكلو دابا الصناعي علاش يكلخ هذا السكر علاش يصفاش يدخلك السكريات الانسولين تيرتفع فهذاك المنحنى اللي تيدير فاش يطلع الانسولين تيعاود يولي يهود عاود داك الانسولين فداك الهبطه فاش يهبط الجسم شنو تيطرالو تيتخربق تيجي حاله الجوع حاله بحال شكل السخفه ما تيعرفش يركز حيت ما الجسم باغي فيه الجوع حيت الانسولين طلع حرق الاكل كاع اللي كاين المواد اللي كاينه الاكل اللي كاين في الدم عاوتاني فاش يهبط تما الجسم خصو ياكل عاوتاني اذا الجسم ما تيبقاش يركز اذا حاولوا تقللوا ولادكم السكر علاش منها على حساب الذكاء ثاني حاجه منها باش ما انسولين بزاف وما يديروش تصلب شرايين بالنسبه للسكر مع المده هادشي رابع حاجه وهي غتعطيهم التمر مزيان الزبيب مزيان اللوز مزيان فيه الدهون الصحيه والمشمش مزيان فيه بوتاسيوم فيه كربوهيدرات نظيفه ومزيانه هذه الماكولات ديال الذكاء تزيد الاطفال ديالكم آه القدرات العقليه وكلشي يشارك في القناه ديالي ويدير ابوني ويدخل تابع في الانستغرام اللي ما فهمش اي حاجه ولا عنده يعني شي تساؤل في هذه الحلقه هذه يخلي لي في الكومنتير وان شاء الله نعاود ثاني مزيان ولا نديروا كاع على حلقه وتجنبوا الاطفال ديالكم هذه الممنوعات وخصوصا الحليب واللي بغى يعرف الاضرار الحليب بزاف ويتعرف عليها اكثر يخلي لي في الكومنتير وندير عليها ان شاء الله حلقه المره الجايه شكرا